المغرب تاني نروح للاستاذ سفير اشرف ابراهيم، عمل دور مهم جدا مع الاهلي في وجوده هناك، مع الزمالك في وجوده هناك، وكان في اجازه هنا في مصر وقطع الاجازه وذهب الى المغرب ليكون قريب من البعثتين، ورجال السفاره بالكامل لم يتاخروا عن اي شيء، كما كان له دور كبير ايضا مع نادي بيراميدز. بنقول له مساء الخير يا استاذ سفير، والف مبروك على ما حدث للكره المصريه، فوز الاهلي وفوز الزمالك واليوم صعود بيراميدز الى المباراه النهائيه. مساء الفل على حضرتك استاذ سفير والف مبروك. الو معلش انا صوتي قطع يا كابتن. معلش احنا يعني بصعوبة على ما عرفنا نجيب حضرتك في النهاردة، مشكلة في الاتصالات مع المغرب الشقيق، لكن بنبارك لحضرتك وبنشكرك وبنقول لك يعني ما هو القادم بأمر الله باعتبارك موجود هناك. أزمة نادي الرجاء، فوز نادي بيراميدز النهاردة، فرص نادي الأهلي بأمر الله. يعني طبعا بداية أحب أهني نادي بيراميدز فوزه النهاردة، كانت صعبة يمكن الفوز اتأخر فيها وكانت أعصابنا مشدودة، بس الحمد لله يعني بيراميدز قدر يجيب جونين والأمور الحمد لله تمام، وإن شاء الله يلعب النهائي يوم الأحد الجاي، نتمنى له طبعا كلنا إنه يفوز بالبطولة بإذن الله. بيراميدز مستمر حتى النهائي هناك موجود يا فندم. بيراميدز هيلعب النهائي يوم الاحد الجاي ان شاء الله في الرباط، نعم، ان هو المفروض ينتقل بكره من كازابلانكا للرباط ان شاء الله. تمام يا فندم. خلينا نتكلم عن مشكله الرجاء. نعم. نادي الرجاء. نعم. طبعا هي انا كنت في الماتش وبعدين بدات تتردد الاقاويل، انما ما كانش في حاجه مؤكده، انما بدات الصحف المغربيه تتداول الخبر. ومندوبيه الصحه في الدار البيضاء ارسلت مندوب النادي الرجاء، طلع في التحاليل البي سي ار بتاعتهم 9 اصابات. نعم. بقيه اللعيبه طبعا كانوا مخالفين ل9 اصابات. انا عشان اي شخص مغربي في المغرب لازم له حاجه اسمها رخصه استثنائيه لمغادره الاستراب الوطني. نعم. ده طبعا كان المفروض يسافر بكره، كان عنده هذه الرخصه، تم ابلاغهم بانه تم الغاء هذه الرخصه. نعم. وبالتالي السلطات المغربيه كما هو متداول على جميع الشعب المغربيه دلوقتي تم سحب هذه الرخصه، وبالتالي فالنادي الرجاء لن يستطيع السفر غدا للقاهره. نعم. وبالتالي وده طبعا تتبعوا انه بالتاكيد ان المباراه سواء هتلغى او تعدل، ده طبعا قرار الكاس في النهايه. هل معنى ده انه لازم الاسبوع ده يمر وبعدها يتحرك فريق نادي الرجاء، ولا اذا عمل مسحه مثلا بكره او بعد بكره وطلعت سلبيه من الممكن نغادره ويتوجهوا الى القاهره يا فندم؟ لا معلش انا مش سامع يا كابتن. طيب يا فندم على الطريق اصلي. معلش هحاول اعلي صوتي تاني. يعني اذا عملوا مسحه تانيه وطلعت سلبيه ممكن يسافروا، ولا هناك بروتوكول ان لازم اسبوع يبقى في حجر صحي؟ انا ما سمعتش، بس اجازه كده يعني انه لو طلع لهم مسحه سلبيه قبل موعد المباراه. تمام تمام. بس هم عن طلب السلطات المغربيه انه فريق الرجاء كله عزل لمده 7 ايام، وبالتالي ان ده هيكون بعد تاريخ المباراه، فهي مش بس انه تطلع مسحه سلبيه. نعم. مطلوب منهم عزل لمده 7 ايام للفريق كله. نعم. بالاداريين بكل الشعب. ان 7 ايام يبقى بعد موعد المباراه هيبقى صعب جدا طبعا. وبالتالي الموقف صعب. ايوه. صعب. صعب. ماذا عن الاهلي والوداد؟ وهل ما زالت هناك ردود افعال مستمره بعد فوز النادي الاهلي هناك واقترابه ان شاء الله في حاله تعادله، او حتى لا قدر الله هزمته بفارق هدف من الصعود الى المباراه النهائيه؟ انا برضو سامع بصعوبة، بس بالنسبة للاهلي طبعا. نعم. بالنسبة للاهلي الوداد غادر امبارح. نعم. المفروض انه يكون وصل القاهرة. طبعا المباراة في القاهرة برضو بدون جماهير، فالوداد غادر مصر ما كانش فيه جماهير. نعم. طبعا هي هتبقى مباراة الوداد مغلوب 2-0، هتبقى مباراة صعبة جدا للوداد، لكن انا في تقديري ان الوداد بالتأكيد ان هو هيحارب أراضي، وبالتالي يعني انا اقدر ان النادي الاهلي لازم يخلي باله جدا، لانه اكيد ان الوداد جريح وهيبقى عاوز يعوض. نعم. في سيسي عشان نرجع بقى، فجاني سيسي سافر مع فرقه الوداد النهارده. نعم نعم. طلعت المسحه بتاعته سلبيه، وبالتالي سمح له بالسفر الى القاهره.
لو كانت مباراة الزمالك وغداها هتقام هتستنى هذا المشارك ان شاء الله. طيب بعد فوز الزمالك وعرضه الرائع أمام الرجاء وفوز الأهلي وعرضه الرائع أمام الوداد، هل يعني الصحف والمواقع هناك والبرامج بتقول؟ طيب هحاول أسأل السؤال، لو حضرتك سامع جاوب، لو مش سامع يبقى كتر ألف خيرك. رد فعل الصحف والمواقع والبرامج هناك عقب الفوز الرائع للزمالك والفوز الرائع للأهلي، هل بيقولوا إن الأهلي والزمالك اقتربا بالفعل؟ هو طبعا أنت عارف يعني كان في مشهد حزن بتأكيد في المغرب بسبب خسارة الرجاء والوداد في كل المواقع، ان مباراتين في القاهرة صعبين جدا، انه العودة صعبة جدا، لانه طبعا مغلوبين على ارضهم وبيلعبوا على ارض المنافس، وبالتالي في طبعا دايما موجود، لكن الامل بالنسبة للمواقع والصحف المغربية هو ضعيف. سيادة سفير أشرف إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية في المغرب الشقيق، بشكرك شكرا جزيلا، ومعلش بعتذر له طبعا، الخطوط صعبة جدا النهاردة.